بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم على شويه انواع خاصه بالدايود ديفايسز. مينلي هنتكلم على ثلاث انواع معانا. هنتكلم على حاجه اسمها الفاراكتور دايود، وهنتكلم على ليد دايود، وهنتكلم على الاوبتيكال دايود. اول نوع عندي اللي هو الفاراكتور دايود. الفكره عندي ان زي ما احنا عارفين ان ال PN diode هو عبارة عن semiconductor materials، بعمل doping بحيث اخلي دي N type واخلي دي P type. N type معناه ايه؟ معناه ان هنا في free electrons كتيرة، وهنا في عندي holes كتيرة. طب لما بوصل الاتنين ببعض فبتبتدي تكون عندي depletion region. depletion region بيكون عندي الجزء اللي عند ال N type بقى خالي من free electrons، والجزء اللي بيبقى عند ال P types بيبقى خالي من ال holes. لو جيت وصلت ال diode ك reverse bias، اللي بيحصل معانا بيبتدي في الأول كحلقة انتقالية. أنا المفروض موصله كده reverse bias، فعندك الطرف ده موجب والطرف ده سالب، يبقى بالتالي ال N عليها موجب. موجب هيبتدي يسحب الإلكترونز، الإلكترونز هتبتدي تنجذب للطرف الموجب، وبالتالي هيبتدي يسيب مكانها برضو فاضي، فهيسيب مكانها depletion region، يعني او depletion region هتبتدي تتخن معايا او هتبتدي تعرض معايا. طبعا هو بيسيب depletion region فيها positive ions، بس انا بتكلم هو خالية من free electrons. طيب ما انا عندي هنا في الالكترونات هتبتدي تسحب ناحية اليمين وتبتدي تخش في الدايرة. طبعا انت هنا عندك الاسلاك دي كلها conductive فكلها في free electrons، يعني هيبتدوا يعني يزقوا بعض لو هنستخدم مثلا التعبير ده، ويبتدي يحصل حركة لمرور تيار كهربي. دي هنا المفروض حركة الكترونات. هيجي هنا عند الريجون اللي هي فيها البي، هيبتدي يخش في الريجون، هيلاقي في هولز، هيبتدي يحصل كومباينيشن بين الالكترون والهول، وبعدين هيبتدي نتيجة برضو ان انا حاطط فرق جهد سالب هنا، هيبتدي الالكترون يتحرك ناحية الديبليجن ريجون، بيتحرك من خلال الهولز لغاية ما يجي عند الحافة بتاع الديبليجن ريجون. هتلاقي مش هيلاقي هولز جوه يخش جواها، فبالتالي هيبتدي يقف في الحتة دي، وهيبتدي برضو يزود جزء الديبليجن ريجون في الجزء الشمالي. يبقى انا بالتالي لما انا بحط ريفرس بايس الديبليجن ريجون الثيكنس بتاعها عمال يزيد معايا. طب زي ما قلنا زمان في الفيديو او في المحاضرات بتاعه الدايودز، الحركه دي هتفضل مستمره لغايه امتى؟ لغايه ما فرق الجهد اللي موجود هنا، ما هو دي المفروض احنا هنا كل الكترون بيسيب هنا بيسيب مطرحه بوزيتيف ايونز، وكل الكترون لما بيبلى هولز ويبتدي يقف هو فعليا بيبتدي يزود النيجاتيف ايونز، فانت بتعمل فرق جهد بين الموجب وبين السالب. ونفس الكلام عندك هنا فرق جهد في البطاريه، فلما يبقى فرق الجهد هنا يساوي فرق الجهد هنا فالدايرة عندك التيار بيبتدي يقف، لأن مبقاش في فرق جهد التيار يبتدي يتحرك فيه. بمعنى مثلا هنا عندك الإلكترونات، هنا المفروض الجهد اللي هنا مع الجهد من هنا يساوي بعض كقوة، فبالتالي الإلكترونات عندك هنا مش بتبتدي تطلع في الدايرة الخارجية. طبعا هنا طبعا الدايرة دي بس مجرد للرسمة، احنا المفروض عشان يعني نحط الدايرة دي مظبوطة فكنا بنحط مقاومة هنا ليميتد ريزيستنس، بحيث وانا ده بيزيد معايا قبل ما الجهدين يساووا بعض، الجهد الفرق اللي هو كان الزياده المفروض بيروح في المقاومه عندي. لغايه ما الجهدين دول يساووا بعض هيحصل ان التيار بيبتدي يقف، فبالتالي المقاومه بتعمل زيرو دروب، فهيتبقى معانا ان ده هيساوي ده. طيب لو انا جيت زودت ريفرس بايس، هنا هتلاقي عندك هنا رسم، مثلا هتلاقي هنا ده كأنه مؤشر بيقيس لك الريفرس بايس اللي هو في الجزء ده. طبعا احنا قلنا الريفرس يبقى ده الموجب وده السالب، ده هيديك ديبليجن ريجون معايا. لو انا جيت زودت الريفرس بايس زي مثلا الرسم اللي على الشمال، ايه اللي متوقع يحصل تاني؟ هيحصل تاني مثلا لو انا كنت في الاول حاطط ده عند ليتس سي 3 فولت، وبعد ما عملنا المرحله الانتقاليه ده بقى عند 3 فولت، طيب خليت ده 5 فولت، هيبتدي يسحب تاني الكترونز من عند ال N تايب ويبتدي يحركها في الدايره، ويبتدي تاني يملى فراغات الهوز ويتحرك يتحرك لغايه ما يقف عند الدبليجن، ويبتدي يملى الهوز هنا ويزود برضو الدبليجن ريجن بتاعي. يبقى انا عمال ازود في النيجاتيف ايونز وعمال ازود في اسف بزود في البوزيتيف ايونز يمين والنيجاتيف ايونز شمال، لغايه ما فرق الجهد اللي هنا هيساوي فرق الجهد اللي بره معايا. طب يبقى انا عندك زياده الريفرس بايس هيؤدي ان الديبليجن ريشن بتاعي بيزيد. طب الشكل ده كده عباره عن ايه؟ الشكل اللي هو فوق ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن
فكرة الكاباستور. ما هو الكاباستور اللي هو التو بير بليت كاباستور هم عبارة عن تو بليتس كوندكتور وبينهم ضاء الكتريك، وبالتالي لما انا لو انا تخيلت انا حاطط هنا كاباستور وجيت حطيت عليه بطارية، فبتلاقي الكاباستور بيبتدي يشحن شوية، طبعا برضه على حسب البولاريتي على حسب البطارية، بس بيبتدي يشحن البليتس بتاعته، بعد كده بيقف. لو زودت البطارية هبتدي يشحن تاني، بعد كده يقف. بنفس الكونسبت اللي حصل هنا هو نفس كونسبت الكاباستور. فقال لك يبقى انا ممكن اقرب الدايود، او هو لو حطيته في الدايره وحطيت عليه ريفرس بايس ممكن الدايره بتحس بيه اكنه كاباستور. يعني هو لو فكره الكاباستور اللي هو لو انا حاطط فيها بطاريه دي سي، ان انت بتبتدي تشحن وبعد كده تبتدي تقف معاك. طيب هو مش بس كاباستور، لا هو كمان لو انا غيرت الريفرس بايس اللي عليه انا ابتديت اغير في الديبليشن ريجن بتاعته، فابتديت اغير في قيمه الكاباستنس بتاعته. طب خلينا نقول بمعنى ايه، بمعنى لو كده كده بصيت على قيمه الكاباستنس بتاعه تو بير بليت كاباستور هتلاقي عباره عن اي ابسلون على دي. مين الاي ومين الابسلون والدي؟ الاي مثلا لو انا حبيت ارسم رسمه بسيطه مثلا هتلاقي عندك ان ده المفروض ليه عمق، فده بالنسبه لك بيمثل الاي، يعني اللي هو العمق ده كده بتاعك بيمثل لك الاي، يبقى هو الاريا دي كده هي الاي بالنسبه لنا، يبقى ده كده الاي. الابسلون مين؟ الابسلون عندك المفروض هو الدايلكتيك اللي هو هنا، يبقى ده كده مثلا اكنه ده الابسلون. طيب يبقى انا مثلا لو كملت ده مثلا كده، يبقى انا كده اكني عندي كاباستور جوه اللي هو الابسلون ده بيمثل لي دايلكتيك، والان والبي دوت اكنهم بيمثلوا بليت. طيب الدي ده كان المفروض الثيكنس او هي المسافه الديستانس بين تو بليتس، فانا برضه نفس الكلام هتلاقي عندك المسافه بين هنا وبين هنا ده المفروض بيمثل لي الدي. طيب يبقى انا كده عندك ده بي بيهيف از ا كاباستور كويس. الاي عندك ثابت لان هو الدايود ثابت، بس عندك لقينا الدي متغيره. الدي متغيره بناء على ايه؟ الدي بتتغير بناء على الريفرس بايس اللي انت حاطه. لو الريفرس بايس بيزيد هتلاقي الدي معاك بتزيد، فبالتالي حاجه على حاجه بتزيد يبقى قيمه الكاباستنس بتقل معانا. طيب والعكس طبعا، يبقى انت هنا هتلاقي عندك الشكل ده كده بيديك اللي هو الجزء اللي تحت ده الريفرس فولتج، والجزء اللي هو الافقي او الجزء الرأسي بيمثل لك الكاباستنس. فهو بيقول لك لو انا زودت الريفرس فولتج، يبقى لو زودت الريفرس فولتج معناها ان انا بزود الثيكنس بتاع الدبليجن ريجن، معناها ان انا ببتدي اقلل قيمه الكاباستنس، فبتلاقي هنا علاقه عكسيه. طب يبقى انا عندك تاني اتفقنا، يبقى انا الدايود لما بحطه في دايره وحطيته ريفرس بايس فالدايود بيكنه بي بيهيف از ا كاباستور، بس بلس ان انا لو جيت غيرت الفولت اللي انا حاطه عليه بي بيهيف بيبتدي قيمه الكاباستنس عندك بتتغير، يبقى هو اكنه فاريبل. يبقى انا ممكن لو اخدت الاسمين كده اقول هو عباره عن فاريبل كاباستور اخدتهم مع بعض هسميهم فاراكتور، يبقى طلع الاسم اللي عايزه اللي هو فاراكتور دايود. السيمبل اللي هستخدمه هو برضه نفس الفكره بتاعت السيمبل دايت، بس هضيف له حته صغيره عشان ابتدي ابين ان هنا في فكره الكاباستور. يبقى هو دايود وحاطط له كاباستور، بستخدمه في الدوائر دي. ده ممكن استخدمه مثلا حاجه اسمها فولتج كنترول اوسيليتور، يعني ممكن استخدمه في الدوائر اللي هي ببتدي اطلع اوسيليشن على حسب الفولت اللي انا حاطه. يعني انا ممكن هنا خاصه لو هستخدمه ككاباستور ممكن مثلا استخدمه كاباستور معاه كويل اللي هو ليه اندكتنس معين، وابتدي الاثنين مع بعض دول ممكن يعملوا فكره الاوسيليشن، والاوسيليشن بتعتمد على قيمه الكاباستنس. فانا لو انا غيرت الفولتج اللي انا حاطه يبقى كانك بتتحكم في الاوسيليشن، غيرت الفولت اللي انت حاطه هتبتدي تغير في قيمه الكاباستنس فبتغير في الاوسيليشن، فانت كانك بتعمل فولتج كنترول اوسيليتور. او ممكن برضه بنفس الفكره في تيوند سيركت، لو انت بتستقبل اشاره معينه وعايز تعمل تيوننج على الاشاره دي، فعايز تغير في الدايره القيم الامبيدنس بتاعتها، او كانك بتعمل فلتر بحيث ان انت تبتدي تتحرك على حسب الاشاره بتاعتك. فمن ان انا بغير قيمه الكاباستنس يبقى انا ممكن اغير الكاباستنس بالتحكم بالريفرس بايس اللي عليها. النوع الثاني عندنا اللي هو هنسميه اللايت ايميتنج دايود، هو ببساطه برضو بي ان جانكشن، بس الفكره ان انا لما بيجي الالكترونات تنط الحاجز بتاعي بتطلع الطاقة في صورة ضوء، هو دي الفكرة بتاعته. انت بتاخد PN junction توصله forward bias، يعني هتوصل فيه عليها موجب
والN عليها سالب، بالتالي في تيار هيمر، بس التيار هو بيمر بيبتدي يطلع الطاقة بتاعته، الطاقة الكهربية هتتحول إلى طاقة ضوئية. طبعا لازم بقى وقتها عاملين كده فتحة ترانسبيرنت، بحيث انت الضوء اللي يطلع يبتدي يطلع بره كإشعاع، يبقى الدنيا هنا متبقاش مغلقة زي لو انت هتجيب دايت عادي. الشكل على الشمال ده شكل يعني مثلا تيبيكال ديفايس للدايت او للليد لايت ايميتنج دايت. هتلاقي طبعا الطرفين بتوع الدايت، ويبقى في عندك اللي هو الكبسولة اللي فوق دي، دي ممكن مثلا من هي ساعات بتوجه بتحدد ساعات شكل الباترن بتاع الضوء اللي طالع. رمزه ايه؟ برضه هو رمزه دايت عادي، بس بطلع كده شعاعين او يعني مثلا يعني خطوط كده طالعه بره عشان بيقول لك ان هو بينور. يبقى ده اللايت ايميتنج دايود. لو جيت حاولت بقى اشوف علاقه بين الباور الاوتبوت باور اللي طالع بتاع الضوء والتيار اللي هيمشي، لان علاقه بينهم علاقه لينير، بس طبعا علاقه لينير ده في مرحله اوليه بتيجي بعد فتره معينه بيحصل فكره الساتوريشن، او ساعات بنسميها النون لينيرتي. يعني بتلاقي العلاقه ان التيار لما بيزيد لا الاوتبوت مش بيزيد كعلاقه لينير يعني، وده بيبقى منطقي. انت عندك اي لمبه ليها شده معينه بتقف عليها، مهما زودت عليها كهرباء بتوصل الشده بتاعتك ثابته معاك. طيب ايه بقى يعني ازاي بقى هو بيطلع ضوء؟ هتلاقي نفسك الماتيريال ذات نفسها بتاعت السيمي كوندكتور محتاجين نغيرها عشان يطلع الدروب اللي بيحصل يطلع يتحول لشكل ضوء على حسب الضوء اللي انا عايزه، على حسب ما بحط الماتيريال. الكيرفات اللي على اليمين دي ده عادي كده الفورورد بايس بتاع الدايود، او ده الفي فورورد وده التيار اللي بيمر فيه، ده نفس الكيرفات اللي كنا بندرسها في فكره السيليكون. الاختلاف من السيليكون كان بيبتدي يطلع عند 7/10، لا هتلاقي هنا الكيرفات بتطلع اكتر من كده، يعني بتدي مثلا اهو الكيرف ده مثلا كانه 1 وي، وبتوصل مثلا عندك 4 وفاليو معينه. تمام، يبقى انت دي قلنا ايه، دي حاجات مختلفه. الاختلاف بتاعك هو الماتيريال اللي انت بتستخدمها بدل السيليكون. كمثال هتلاقي التيبل اللي قدامي ده في دي انواع اللايت كلر اللي عندي. طبعا اللايت مش شرط تكون فيزيبل، فبتبتدي بالانفيزيبل لايت اللي هو انفراريد، وبعد كده تحط الالوان بتاعتك، وبعد كده في الاخر بتحط برضو انفيزيبل لايت اللي هو الترا فايلوت. دي مثلا قلنا الماتيريالز اللي بتستخدم، يعني مثلا لو انا عايز اطلع انفراريد فبستخدم ماتيريال جاليوم ارسنايد دي بدل السيليكون، وبلاقي الدروب فولتج بتاعها دي القيمه بتاعتك. طب عايز تطلع حاجه تانية، مثلا عايز تطلع البلو، فالبلو مثلا بتلاقي لا الدروب فولتج بتاعك بيبقى اعلى. طبعا البلو احنا لو جينا بصينا في الويف لينس هتلاقي البلو الويف لينس بتاعه اقل من الانفراريد، صح كده؟ يعني البلو الويف لينس بتاعك اقل من الانفراريد، وتلاقي الفريكوانسي بتاع البلو، طبعا بلو او انا اللي بعد بلو مثلا والفايلوت والالترا فايلوت، هتلاقي الفريكوانسي بتاعك اعلى من الانفراريد، فالانرجي للفوتون الواحد اللي طالع قيمته اعلى من الانرجي للفوتون اللي طالع من الانفراريد، يبقى انا محتاج انرجي اغذي بيها الفوتون واحد اكتر. طيب يبقى دي كده قلنا انواع الماتيريالز، ودي انواع الدروب اللي بتحصل معايا، ودي الالوان اللي بتطلع باستخدام الماتيريالز دي. التطبيقات اللي معايا طبعا هو ليه تطبيقات كتيره، سواء انا بتكلم على تطبيقات انفيزيبل او فيزيبل. مثلا حاجات اللي هي الفيزيبل زي السيفن سيجمنت. السيفن سيجمنت زي ما انت شايف مثلا كده، زي ما انتم شايفين اللي هو عندك شويه خطوط، الخطوط دي ما هي الا للدات بتنور. فاحنا لو ادينا ارقام او ادينا حروف كرموز للخطوط دي وجينا بصينا للشكل ده، هتلاقي ممكن مثلا الشكل ده بنسميه حاجه اسمها كومن كاثود، هتلاقي كل الليدات بتاعتي واصله، كل الليدات بتاعتي واصله بكومن كاثود، يعني واصله بنقطه واحده، الكاثود عليها في نقطه واحده. تمام، هتلاقي هنا انت عندك المفروض في اربع خطوط اللي هو السيفن سيجمنت بالنسبه لي. فانا مثلا هتلاقي عندك ايه الاربع خطوط عندك، مثلا ادي الاي والبي كلهم متمثلين هنا، بحيث مثلا لو انا افترضنا مثلا عايز انور واحد، يبقى عايز انور البي والسي، فاللي هاجي عند البي احط هاي فولتج عشان اخلي ده فورورد بايس، انت فاهم الليد بيشتغل في الفورورد بايس، وهاجي عند السي ده برضه احط هاي فولتج، والباقيين كلهم لو فولتج، يبقى الباقيين كلهم ريفرس بايس، لان افرض مثلا الجراوند انا حاطط عليه ريفرس، فلو حطيت او الجراوند يعني انا اسف الكومن كاثود حط مثلا عليه زيرو كانه جراوند،
فبالتالي لو حطيت قيمة بوزيتيف على أي واحدة فيهم يبقى إيه، هيبتدي فورورد بايس ويبتدي ينور. فأنا ممكن أحط بوزيتيف بس على السيجمنت اللي أنا عايز أنورها. طبعا ده هنا طبعا السيفن سيجما دي بنشوفه مثلا في عملية الكاونترز، مثلا عايز اكونت حاجة بنشوفه، بنشوفه كتير قوي مثلا في الاسانسير اللي هو رقم الدور، في الحاجات دي كلها بتبقى 7 سيجمنتس. انت طبعا عمال تغير بس في الاشاره الداخله اللي هي 1 و0، فبتعمل الكومبانيشن بتاعتك لحسب التوصيله. طيب مش شرط طبعا قلنا يبقى عمليه بس كاونتنج، ممكن استخدم الليد في عمليه الكوميونيكيشن. ده الحاجه اللي احنا يعني متعارفين عليها اللي هو الريموت كنترول. بيبقى عندك هنا في الاخر في الداية، الداية دي بتطلع انفيزبل لايت انفراريد، والداية دي المفروض بتحمل او الضوء اللي طالع من هنا بيحمل كوميونيكيشن. يبقى انا هنا برضو بقدر استخدمه كعمليه كوميونيكيشن، بس هنا بتكلم انفراريد. ممكن ريسنتلي ببتدي اتكلم على عمليه استخدام الليت في الشوارع، سواء بتكلم على الترافيك لايت او بتكلم على الاليومينيشن، ان انا ابتدي انور الشارع. طبعا الليد بيبقى ليه ساعات مميزات، ساعات بيبقى حتى الكواليتي بتاعته اعلى، ما بيفقدش باور كتير، لان انت في باور بتفقده نتيجه السخونيه لما بتحط اللمبات العاديه. لا الليدات مش بتسخن قوي، فبالتالي مش محتاج استخدم طاقه كهربائيه احولها لطاقه حراريه، فالكلام ده كله بيوفر لي في الكهرباء. طب برضو بنفس الكيفيه الليدات اللي هي بتنور، دلوقتي انا قلت الليدات اللي هي انفراريد بستخدمها ككوميونيكيشن، برضو الليدات اللي بتنور ممكن احط عليها داتا كوميونيكيشن. فانا هنا مثلا الليد ديسبلاي، وطبعا ده اللي هو التكنولوجي الموجوده في السوق، هو بتبص له كده هتلاقيه عباره عن بيكسلز، البيكسل الواحد عباره عن اللي هم الثلاث الوان اللي هو ار جي بي، ريد جرين بلو. اللي بيحصل انت بتوصل على الاطراف دول داتا على حسب بقى طبعا الصوره المبعوثه لك اللي هي في الاخر بتمثل فيديو، على حسب عمال تبتدي تغير في الداتا اللي انت حاططها، بتغير بناء عليه، بتغير بناء على اللون اللي انت عايزه. فانت مثلا لو عايز ابيض يبقى توصلهم كومبانيشن مع بعض بنفس الفاليو هتديك اللون الابيض، عايز اسود يبقى انت تطفيهم كلهم هيدوك لون اسود، وبعد كده تبتدي تعمل كومبانيشن من الالوان اللي انت عايزها عن طريق ان انت بتغير في اللي هو مين فيهم 0 ومين فيهم 1، وحتى بتغير في شده كل واحد عن التاني. اللي احنا قلنا ان الليد عندك لما بتمرر تيار عالي بيديك باور عالي، تمام، فانت ممكن بتغير في شده كل واحد تاني بحيث تبتدي تشكل الالوان اللي انت عايزها. اخر حاجه معانا اللي هو بنسميه الفوتو دايود، وده اكنه اللي بيعكس البروسيسنج اللي بيعملها اللايت ايميتنج دايود، اللي هو التاني كان كهرباء بيحولها ضوء، لا هنا انا بستقبل ضوء وابتدي احولها لكهرباء. برضه هو بي ان جنكشن، بما انا بتكلم على دايود. ساعات بقى بيضيفوا حاجه، بيضيف طبقه مثلا دي زي انترنسيك، ده كده بيور سيمي كوندكتور، وبيبتدي ينزل الضوء. طبعا الضوء هنا برضه هيحط هنا فتحة بحيث ان الضوء يقدر يخش الميديم، وبعد كده الضوء بيبتدي يولد الكترونات، نتيجة ان طاقة الضوء اللي هنا بتبتدي تطلع الكترونات من المادة، وده الشكل اللي على الشمال ده تيبيكال فوتو دايود. طيب هل كل طبعا الدايودز الفوتو دايود هتستجيب لأي ضوء؟ لا طبعا، على حسب انت عايزه يرسبونس في ضوء معين. فبرضو المواد بتاعت السيمي كوندكتور هتختلف، وكل ماده بتديك ريسبونس في ترددات معينه. طيب يبقى ده شكل المواد اللي معانا، هنا الويف لينس وهنا الحساسيه بتاعت كل ماده. يعني مثلا هتلاقي هنا الجرمانيوم بيبتدي ريسبونس طبعا في الانفراريد، ده كده المفروض انا بتكلم على الانفراريد. هتلاقي الفيزبل لايت بينتهي عند 700 نانومتر، لا الريسبونس بتاع الجرمانيوم مش حلو قوي، وهكذا. يبقى دي اشكال الريسبونس بتاعتي. السيمبل بتاعك شبه سيمبل الليد، بس بتلاقي الضوء داخل لجوه بدل ما كان طالع لبره. طيب الفكره بتاعتي بقى عشان استقبل الضوء بستقبله ازاي؟ انا كان في الليد بخلي دي فورورد بايس، في الفوتو دايت هخليه ريفرس بايس. لو انا مش حاطط اي ضوء عليها، احنا كنا درسنا ريفرس بايس معناها تيار بصفر، معناها الدايره مفتوحه. بس ساعات طبعا احنا كنا بندرس على فكره ان انا عندي بنسميه الماجورتي كاريرز، لو انتوا فاكرين كده لو رجعنا برضو لاول محاضره، انا في عندي حاجه اسمها ماينورتي والماجورتي. فالماجورتي كنت بقول تمام الدنيا هتتصفر معاك لان بقى في حاجز بارير،
والالكترونات مش عارفه تنط في حاله الريفرس طبعا. بس ممكن يكون في شويه ماينورتيز ممكن تبتدي هي اللي تبتدي تعدي وتقفل الدايره بتاعتنا. طب يبقى انت هنا في، لو انا حتى مش حاطط ضوء، انا ممكن يكون في ستيل ضوء تيار صغير قوي قوي بيمر. التيار ده عشان يعني ابتدي اوضح ان ده مش نتيجه ضوء، بسميه دارك كارنت. طب حطيت ضوء، ايه اللي هيحصل؟ الضوء ان هيبتدي طاقه تولد الكترونات او تعمل ريليز للالكترونز ويبقى فري الكترونز. وبعدين خلاص هنا هيتولد في الالكترونز، عشان احركهم في الدايره لازم بقى محتاج احط لهم بطاريه موجب سالب عشان تبتدي تسحبهم وتلففهم في الدايره. طيب يبقى انا بالتالي هيتولد الكترونز، هبتدي اسحبهم في اتجاه ده طبعا دوت الكترونز، يبقى التيار هيبتدي يمشي في الاتجاه المعاكس اللي هو التيار ده. وعلى حسب الطاقة اللي انت باعتها على حسب ما الالكترونات هتطلع، فبالتالي على حسب التيار اللي بيبتدي يسحب معايا. يبقى انت عندك الكيرفات دي عند لكس مختلف، اللي هو مثلا اللي هو بقيس بيه الوحدة بتاعت الضوء، يعني اللي هو بتاعت اللي هو الإضاءة بتاعتنا. فانت عندك هنا كل واحدة فيهم ليها لكس مختلف. لو انا حبيت ارسم الريفرس كارنت، ما ده كده بيمثل لي الريفرس كارنت، عايز ارسم الريفرس كارنت مع قيمه اللكس اللي نازل عليها، بلاقي تقريبا العلاقه لينير معايا. طيب يبقى انا هنا ساعات حتى بستفيد بالكلام ده في فكره الكوميونيكيشن، ان انا المفروض انا عايز ابعت الداتا على الضوء، فزي ما احنا قلنا ممكن برضو الليد افترض علاقه بين الكهرباء والضوء طالع لينير، ونفس الكلام لما تيجي تستقبله بفترض ان العلاقة الاستقبال اللي هو هتستقبل ضوء وتطلعه قصاده تيار برضه علاقة بينهم لينير. يبقى انا مش بعمل ديستورشن، يبقى دي مجرد مثلا عملية ايه؟ تحويل بين فورمولا التانية. اخر حاجة معانا اللي هو الابليكيشنز بتاعت الفوتو دايت. طبعا الابليكيشن فوت دايت مش شغال على تردد معين، شغال على ترددات كتيرة، فليه استخدامات كتير. فلو افترضنا مثلا اللي تحت ده الاوبتيكال باند، الصور ده الالترا فايلوت ده اللي هو مش مرئي، بعد كده الفيزبل لايت، وبعد كده الاكبر ده بيمثل لي الانفراريد. طبعا الانفراريد ممكن برضه بنبتدي نقسمه اجزاء معينه، فهتلاقي مثلا لو ابتديت بالالترا فايلوت ممكن بستخدم الفوتو ديتكتور عشان يعمل حاجه اسمها بوليوشن ديتكشن. بوليوشن اللي هو التلوث، يعني بيبتدي يشوف التلوث موجود في منطقه. الحاجات دي ساعات لما بيحصل انبعاثات فساعات بتبتدي تشع في ترددات الالترا فايلوت. برضو ليه استخدامات تانية، ساعات برضو الصواريخ وهي بتبتدي تطلع اللهب بتاع الصواريخ بيبتدي برضو يطلع في ترددات الالترا فايلوت. فالحاجات دي كلها ساعات بكون عايز اعملها ديتكشن، ساعات مثلا عايز اعمل تراك لصاروخ معين فببتدي ابص على اللهب بتاعه، فده بحتاج فوتو دايت يبقى شغال في جزء بتاع الالترا فايلوت. وده عادة ممكن مثلا تلاقيه بيعملوا ماتيريال بحاجة اسمها سيليكون كاربايد. لو انا بتكلم في جزء الترددات اللي هي الفيزوال لايت، فتمام الفوتو دايت ممكن استخدمه في عملية التصوير، في عملية الايميجنج، بتصور صورة معينة وبتشوفها في الكاميرا. طيب اكتر من كده في الانفراريد، في حتى الانفراريد بيقسموه كذا حاجة، نير انفراريد، شورت ويف انفراريد، ميدل ويف انفراريد، ولونج ويف انفراريد، وفار انفراريد، يعني هم كلهم انفراريد. فالانفراريد مثلا ممكن في النير انفراريد اللي هو هتلاقي مثلا الجزء مثلا اللي هو انفراريد مثلا هيبتدي من 800 ولا حاجه، 800 نانومتر، فده الجزء اللي جنبه. فهتلاقي ان انت ممكن تستخدمه في فكره البايو ايميجنج. اكتر من كده الشورت ويف انفراريد، هي طبعا الرسمه تحت مش مبين لك الشورت ويف انفراريد، بس ده مني ممكن برضه هتلاقيه في رينج، يعني مثلا الكوميونيكيشن اللي ببعتها في الفايبر اوبتكس دي بتتكلم في 1550 نانومتر، فبرضه هتلاقي الدنيا مش بعيدة عن نير انفراريد. يبقى دي انا ممكن بستخدمها في فكرة التليكوميونيكيشن، ببعت على التردد ده، ببعت عليها داتا، وعايز طبعا يبقى الفوتو دوت يقدر يشتغل في الريسبونس بتاع التردد ده. طيب اكتر من كده برضه هنا بيقول لك ثيرمال ايميجنج، ان انت عارفين ان الاجسام السخنة بتبتدي تشع موجات في ترددات الانفراريد، فانا بالتالي ممكن لو عايز اصور جسم سخن فممكن، او ممكن عايز اصور حاجه معينه فممكن بستخدم كاميرا بتحس بانفراريد فتبتدي تحس لك ان اللي قدامك ده جسم او لا عن طريق السخونيه بتاعته، وهكذا. يبقى انت ممكن برضو الفار انفراريد بتبتدي برضو تستخدمه في الميديكال ايمج. يبقى دي عاده استخدامات
الفوتو دايود بالنسبه لنا، سواء بتكلم على الجزء الالتر فايت الغير مرئي او الانفراريد او جزء الفيزيبل لايت. تمام. طيب يبقى احنا كده بصينا على ثلاث انواع، يعني بصيناهم من ناحيه يعني كمعلومات نظري، ما تعرضناش لقوانين او مش هنخش في الرياضه بتاعتها، فهنستكفي بالمعلومات اللي معانا دي. وطبعا ممكن مثلا الاسئله تبقى فكره مثلا ارسم ستراكشر، اتكلم عن الاوبريشن، او يبقى في مثلا ممكن جزء ام سي كيو كجزء نظري في الحته دي. طيب شكرا والسلام عليكم.